السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوتوفيل الرياض جايين نتعرف على ماركت سيارات صينية جديدة في السوق السعودي. من آخر السيارات اللي دخلت عندنا في السوق اسمها دون فينغ. خلونا نتعرف عليها على السريع. طبعا دون فينغ وكيلها التوكيلات العالمية للسيارات، نفس وكيل جي ام سي، شفروليه، مازيراتي وانفينيتي وهونشي. طيب كطرازات للسيارة، في عندنا الكروس اوفر متوسط الحجم الاي اكس 7، وعندنا الاي 30 سيدان متوسطة الحجم منافس للتيوتا كرولا، هيونداي الانترا، كيا سيراتو، وهذه الفئة من السيارات. طبعا السيارة يجي منها فئتين، فئة الستاندر الموجودة معانا هنا وفئة الفل كامل. حناخذ لفة على السيارتين. خلونا نتعرف على الاي 30 على السريع. بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة زي ما انتم شايفين الشبك عملاق كبير باللون الاسود، وفي نفس الوقت الصدام مليان تطعيمات بالكروم، جاي بشكل حلو، ما في لغاصة الكروم او الكروم الزايد، لا جاي بلمسات لكن جاية جميلة على وجه السيارة. كإضاءات في فئة الستاندر حتجي بالاي دي نهاري، ولمبات الانعطاف برضو الاي دي، لكن النور العادي حيكون هالوجين اصفر. فئة الستاندر الموجودة هنا ما احنا شايفين اي كاميرات امامية او حساسات امامية. الجنوط الموجودة على فئة الستاندر زي ما انتم شايفين مكحلة بالاسود مقاسها 16، ومع انه السيارة ستاندر لكن تيجي بدخول بصمة على ابواب الامامية فقط. كخلفية للسيارة جميل صراحة، حركة الكروم هذه اللي مديها عضلة زيادة في جوانب السيارة من الخلف. الاضاءات اتوقع انها شبه متصلة، اضاءات الاي دي خلفية بالكامل. طبعا عندنا في فئة الستاندر في حساسات خلفية وفي كاميرا خلفية، صراحة الشكل الخلفي للسيارة رايق. كمحرك للسيارة، السيارة تيجي محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يعطينا 149 حصان، والعزم 230 نيوتن متر. الجير بوكس على السيارة 6 سرعات دبل كلتش. وبالنسبة لاستهلاك البنزين في النطاق الممتاز 17 كيلو لتر الواحد، وتقبل بنزين 91. خلونا ناخذ فيكم لفه على فئه الستاندر من السياره. كدركسون للسياره زي ما انتم شايفين دي شيب مشطوف من الاسفل، في بيانو بلاك، في كذا شويه حركات كروم، تحكم بالميديا ومثبت سرعه موجود في السياره. بالنسبه لشاشه العدادات زي ما انتم شايفين اغلبها حتكون شاشه، لكن يظهر عندي هنا في الاجناب ما حيكون شاشه، يكون مجرد مؤشرات. لكن من المنتصف عندنا هنا شاشة كبيرة، حنتأكد الآن إذا تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فيها عدد من وضعيات القيادة، حاطين أزاريرها هنا بشكل غريب بس حلو، أنا أحب الأزارير، كثر لي أزارير. من الأسفل عندنا هنا يظهر إنه لوحة مكيف ديجيتال لمس بالكامل. أوكي، درج واسع، أبغاه أفتح ما أبغاه، فما خرب الشكل العام للديكور. الجير بوكس زي ما قلنا لكم 6 سرعات دبل كلتش، بريكها إلكتروني مع إنها فيها ستاندر، وتشغيلها بصمة. وكطب لون للسيارة يظهر معانا عندنا قشرة أو ديكور شبيهة الكربون فايبر، موجود سواء على الطبلون أو حتى على الأبواب، مع شوية حركات بيانو بلاك وتطعيمات باللون الأحمر. كمقاعد للسيارة زي ما انتم شايفين مقاعد مخمل ليس جلد، والسيارة في فئة الستاندر ما تجي بفتحة سقف. نجي على المقاعد الخلفية في السيارة، أهم شيء أنه فيها مكيف خلفي، وزيادة على كده فيها فتحتين يو اس بي في الخلف، فشيء جيد صراحه انه في مقاعد الصف الثاني ما نسي الناس اللي راكبين ورا. اما بالنسبه لفئه الفل كامل من الاي 30 حتيجي بمواصفات اعلى اكيد من فئه الستاندر اللي شفناها من شويه. فعلى صعيد الاضاءات الاماميه شوف عندنا الاضاءات الاماميه مختلفه، صار عندنا ال اي دي النهاري جاي في الاعلى، في نفس الوقت متسلسل، غير عندنا الثلاث عدسات والاضاءه حتكون ال اي دي. وعلى سيرة الجنوط، عندنا جنوط هنا حتكون مختلفة عن فئة الستاندر، حتكون مقاس 17. بالنسبة لخلفية السيارة لاحظوا معايا عندي الإضاءات كلها LED، لو فتحنا السيارة نشوف عندنا إضاءات LED متسلسلة، جميل النور الخلفي صراحة في السيارة، جاي متصل من يمين إلى يسار مع شوية كده إيش خانيب على الجانب. ناخذ لفة على داخلية فئة الفل كامل من الاي 30. أول ملاحظة عندنا حتكون فتحة السقف موجودة في السيارة، المقاعد ما بين الجلد والمخمل، ونلاحظ إنه عندنا كرسي السائق حيكون كهربائي. أما بالنسبة لدركسون السيارة تقريبا نفس فئة الستاندر، الداخلية ما فرقت معايا بشكل جدا كبير ما عند المقاعد وفتحة السقف. من أسفل نفس الجير، بريك إلكتروني وتشغيل عن بعد، عندنا حاملات أكواب. خلونا بس نشغل السلف حق السيارة
ونشوف العدادات حقت السيارة زي ما انتم شايفين من النص عبارة عن شاشة ومن الجوانب مجرد مؤشرات. عندنا هنا المكيف حق السيارة جاي لمس بالكامل منطقة تحكم بمناخ واحد وليس مناخين منفصلة. وعلى سيرة شاشة السيارة اوكي يقول لي الباب مفتوح، فيها اعدادات عامة فقط، ما نبغى ندخل في تفاصيل كبيرة، لكن السيارة تيجي بنافيجيشن سيستم حتى على فئة الستاندر. غير مهتمين بشكل المفتاح، هذا مفتاح السيارة ما فيها تشغيل عن بعد. طيب بالنسبة لأسعار السيارة، فئة الستاندر شفتوها هنا أمامكم قيمتها 57500 ريال شامل الضريبة، وبالنسبة لفئة الفل كامل من السيارة قيمتها 65850 ريال. طيب خلونا ناخذ فيكم لفة على الـ AX7 الكروس أوفر من دونفينج. طبعا اللي متابعني على سناب حيعرف اني قبل سنة تقريبا صورت لكم نفس السيارة هذه قبل تشينها في السعودية وقبل ما يعلنوا عنها من خلف الكواليس. فلو ما انت عندي في سناب شات حيطلع لك كود سناب شات الخاص فيه الان، شرفني بالاشتراك. السيارة في منها موديل 2021 اللي موجودة امامنا الان، حنوريكم بعد شوية فئة الفل كامل موديل 2022. فئة الفل كامل 2021 قيمتها 82000 شامل الضريبة. بالنسبة لمحرك السيارة هتيجي بمحرك اقوى من اللي موجود على A30، حيكون 4 سلندر 1600 سي سي تيربو، حيدينا 169 حصان والعزم 250 نيوتن متر، لكن الجير بوكس حيكون 6 سرعات دبل كلتش. وبالنسبة لاستهلاك البنزين 15.7 كيلو لتر الواحد، مصنف ممتاز حسب بطاقة كفاءة الطاقة، لكن بنزينها 95. الفئة اللي موجودة معانا هنا هي فئة الفل كامل من السيارة، كإضاءات للسيارة LED مع LED نهاري، وكشافات الضباب كمان موجودة، لكن نلاحظ انه عندنا حساسات أمامية وحساسات جانبية عشان السيارة فيها نظام الأوتو بارك. وبالنسبة للجنوط زي ما انتم شايفين جنوط مكحلة مقاس 17. شوفوا مين منور الفيديو، احمد النحاس جانا من الشرقيه. حبيب قلبي والله، يا هلا منورك والله يا حبيبي، الله يسعدك. كيف شفت لي المعرض؟ والله ليش انك انت موجود زي الفل. يا اخي انا استحي ترى ماني متعود. شوف وجهي احمر ترى يا جماعه. ايوه صار زي بطيخه. الله يخليك حبيبي احمد منورنا. الله يسعدك. بصراحة السيارتين سواء السيدان أو الكروس أوفر عجبتني إضاءاتهم الخلفية، لأنها جاية متصلة من اليمين من اليسار، فمعطية شكل كده وبعد آخر للسيارة. طبعا من ناحية حساسات خلفية وخلفية جانبية متوفرة في السيارة، في نفس الوقت السيارة فيها الكاميرا الخلفية. ناخذ فيكم لفة على داخلية 2021 من الدونفينج AX7. طيب بداية كمقاعد السيارة، مقاعد كهربائية، مقاعد جلد، ما عندي فكرة الآن إذا كان فيها تسخين وتبريد، لكن بإذن الله حيكون لنا تجارب تفصيلية مع السيارات هذه ونختبر لكم هي بالتفصيل. طيب كدركسون للسيارة مختلف نوعا ما عن الموجود في الـ A30، الزرير موجودة على الدركسون، شعار بيانو بلاك، ألمنيوم، ملبس جلد. العدادات هنا عبارة عن شاشة كاملة وليست نفس اللي موجودة في الـ A30. أوكي عدادات ديجيتال بالكامل. من المتصف عندنا هنا شاشة، أتوقع أنها تشتغل بنظام أندرويد، ما عندي فكرة إذا كان فيها نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لكن من الحاجات اللطيفة في السيارة إنه فيها نظام الأوتو بارك موجود، نظام الأوتو ستارت ستوب موجود، وأنظمة التحكم بوضعيات القيادة موجودة هنا في الطبلون، فحركة حلوة أنا عجبتني إنه حكاية تكدر لي أزارير. بالنسبة للمكيف زي ما أنتم شايفين برضو بتحكم بمناخ واحد وليس مناخين منفصلة. بالنسبة لجير السيارة زي ما قلنا لكم 6 سرعات دبل كلتش، سيارة فيها بريك إلكتروني، فيها نظام الزحمات، نظام الاوتو هولد، مجرد توقف في زحمه توقف في اشاره ما يحتاج ان انت تعلق على الفرامل، خلاص سارت نفسها تمسك فرامل، مجرد تبغى تمشي ادعس بنزين وامشي. اما بالنسبه لسقف السياره زي ما انتم شايفين فتحه سقف بانوراميه. طيب نجي على المقاعد الخلفيه في الاي اكس 7، اكيد عندنا السياحه حتكون اكبر من اي 30، حجم السياره اكبر، فتحات التكييف موجوده، فتحه 12 فولت وفتحه يو اس بي وحيده موجوده في المقاعد الخلفيه للسياره. طيب نجي على AX7 فئة الفل كامل 2022 تجي قيمتها 95000 ريال شامل الضريبة. حيكون فيها اختلافات بسيطة سواء من الداخل أو من الخارج، لكن نفس الشيء فيها الحساسات الأمامية، حساسات الأمامية الجانبية كمان موجودة، كشافات الضباب، إضاءات فل LED، كله موجود في السيارة. من الخلف هنا حيكون معانا الرؤية أوضح من فئة الـ 21، تعرف أحيانا لما يكون واحد في معرض أو في مكان ما يقدر ياخذ راحته في التصوير بشكل كبير، لكن بحكم انها سياره جديده موجوده في السوق حبينا ان نقول لكم عنها اكثر التفاصيل نقدر نجيبها ونسوي لكم عنها فيديو سريع الى ان نستلمها ونسوي عنها تجارب تفصيليه.
نجي نشوف داخلية الـ AX7 فئة الفل كامل 2022. بالنسبة لمقاعد السيارة زي ما انتم شايفين مقاعد جيل، تصميمها نوعا ما مختلف عن الـ 2021، لكن لاحظوا معايا كهربائية بالكامل، دعم أسفل الظهر، وفيها تسخين للمقاعد الأمامية. نفس الوقت فيها ذاكرة بوضعيتين. نفس الشيء عندنا فتحة سقف بانورامية موجودة في فئة الفل كامل. وناخذ لفة على طبلون السيارة. عندنا دركسون السيارة زي ما انتم شايفين نفس الشكل، ما اختلف بأي شكل من الأشكال. العدادات برضها عبارة عن شاشة. الطبلون نفسه، الشاشة نفسها، ما اختلف معايا أي شيء إلا شيء واحد. عندنا جير صار شفت باي واير، مو نفس اللي موجود في 2021. فبشكل عام شفت باي واير لما يكون كهربائي حيديني خصائص أكثر عن لما يكون جير أوتوماتيك ميكانيكي. ايش اللي حيفرق معايا؟ احيانا اكون مخلي السياره على الدي، فمجرد ممكن افتح الباب على طول السياره مثلا تشفت وتحط نفسها على البي. طبعا يختلف من سياره لسياره حسب البرمجه، لكن بشكل عام شفت باي واير يعطيك فيتشرز وخصائص اكثر. من الخلف نفس الشيء، السياره عباره عن 5 مقاعد وليس 7 مقاعد. التكييف الخلفي موجود، فتحه اليو اس بي و12 فولت كله موجود. طبعا من ناحيه ايرباقات السياره حتيجي بفول ايرباق. طيب شفنا فئة الفل كامل من السيارة اللي قيمتها 95,000، في فئة أقل منها هتيجي قيمتها 87,000 ريال، أكيد ببعض المواصفات اللي حتكون أقل من فئة الفل كامل. وبس يا حبايب، هذه كانت لمحة سريعة عن سيارات دون فينج بحكم إنها سيارات جديدة وكانت متواجدة في معرض أوتوفيل الرياض. كنا خلينا نسوي لكم فيديو سريع عن السيارات، نتعرف عليها بشكل سريع، نعرف أسعارها ونعرف فين موقعها من الإعراض. لكن بحول الله تعالى في القريب العاجل نجيب لكم هي ونسوي عنها فيديوهات تفصيلية كما جرت عليك العادة. وبس نصدت من الله العلي القدير أن أخطأت، فمني أنا أشوفكم قريب في فيديو جديد، تجربة جديدة، وتغطية جديدة، ومعرض جديد إن شاء الله.